بتكتبش ليه؟ لا أصل أنا أحب أفكر الأول وبعدين أكتب، يعني هما خمس دقايق وهتلاقي الورقة دي إن شاء الله مليانة على الآخر بإذن الله. إن شاء الله. شد حيل. ربنا كريم، كله على الله. برشام؟ لا ده حجاب كانت أم الله يرحمها عاملهولي لما كان عندي الحصبة. فين أمن الكلية؟ الأستاذ مرجان بيغش مع برشام. الأستاذ مرجان غشاش. اتفرجوا عليه، خدوا على مكتب العميد. اتفضل، انت بتحاول تحقيق. قوم بيوتي، يلا كل واحد يبص في ورقته. اتفضل. نعم، جايين تشمتوا فيا، جايين تدوني درس في الأخلاق. خالص يا بابا، احنا مش جايين نشمت فيك، بالعكس احنا جايين عشان نساعدك. أنا مش عاجز، مش محتاج مساعدة من حد. أنا لو عايز أنجح أنجح بصباع رجلي، أنا اللي مش في دماغي. لا لازم تنجح يا بابا، مش عشانك أنت بس، عشاننا احنا كمان. وبعدين يا بابا احنا مش هنسيبك، احنا هنذاكر لك وهنرجع لك. اسمع عادي طهي، أنا لا هذاكر ولا هدخل امتحانات، وأنا الحق عليا اللي سمعت كلامكم الأول. اتنقلوا انتوا فلاحوا بس. يا بابا احنا مش عاوزين منك اي حاجة، احنا كل اللي عايزينه ان ابونا يبقى راجل محترم. يعني يا بابا احنا ما يهمناش انك تكون ملياردير او اهم رجل اعمال في الدنيا كلها، قد ما يهمنا انك تكون راضي عن اللي انت بتعمله. انا راضي عن نفسي كويس ومقتنع جدا باللي انا بعمله. يعني يرضيك يتقال علينا ان ابونا راجل غشاش؟ اخرس يا ده انت. لا يا بابا مش هيخرس، وبصراحة بقى بالمنظر ده احنا ما يشرفناش انك تبقى ابونا. عندها صدمة عصبية وحالتها مش مطمئنة، الدكتور بيقول انها فقدت النطق. يعني ايه يا دكتور؟ بابا عليها لو جرالها اي حاجة هيبقى انت السبب. انا هنقلها من هنا، هوديها اكبر مستشفى في اوروبا. تفتكر هو ده الحل يا استاذ مرجان؟ البنت لازم تخف باي تمن. هترشي مين بقى المرة دي عشان بنتك تخف؟ بنتك بين ايدين ربنا، هتقدر ترشي ربنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة حسن، اطعم لي 650 مسكين حسن، ووزع بطاطين، وطلع لي 20 واحد السنة دي للحج. لا بلاش بالعبارة لا يغرقوا حسن، خليها بري أحسن. ماشي. آسف عليها، أنا آسف يا بنتي، أنا عمري في حياتي ما مديت إيدي عليكي، أنا ما حبيتش حد في الدنيا غيرك أنت وأخوكي، ماليش في الدنيا غير كنتوا الاتنين، الشغل وأنتوا، فلوس الدنيا كلها ما تسويش الإحساس اللي أنا حاسه دلوقتي،
ان انا اكلمك وانت ما ترديش عليا. يا رب كانت ايدي اتقطعت قبل ما تتمد عليك. بس انت كمان جرحتيني عليها. انا ما شرفكيش ان انا اكون ابوكي. بس انا مسامحك وهشرفك لسه في دون نوفمبر. ان شاء الله هذاكر وهنجح وهشرفك. بس انت قومي فوقي عشان تساعديني وتذاكري لي. انا عايزك تكبري الجي وتروح دي. عشان خاطر يا بابا اقرا ورقه الاسئله كويس واقرا الفاتحه قبل ما تجاوب. وبعدين خلي بالك ما تسرعش، ساعات الاسئله بتيجي لفه شويه. هات ده بقى بابا. هات يا بابا. هات يا بابا بقى. بابا عملت ايه؟ الحمد لله زي الفل. ابوك شرفكم. وريني كده ورقه الاسئله دي. عملت ايه في السؤال الاولاني؟ ما عملتوش. ليه يا بابا ما عملتوش؟ ده سؤال الاجباري. يا نهار اسود، هو كان اجباري؟ طب والسؤال التاني؟ لا ده كان اختياري ما عملتوش. ايه في حاجه؟ مبروك يا مبروك بابا. مبروك يا بابا. مبروك. جبت مقبول. جبت ايه؟ مقبول. مقبول يعني ناجح ولا صايع؟ ناجح يا بابا ناجح. ايه؟ ايه؟ انا نجحت. انا نجحت. فرقان احمد فرقان. May I say a few words please? Of course you may. Thank you. Please do. Thank you very much indeed. انا ذاكرت ونجحت. انا قبل ما اخش الجامعه
كنت بأملك فلوس كتير جدا، ودلوقتي بعد ما اتخرجت أنا حاسس إن أنا بملك الدنيا كلها وما عليها، بالعلم وبالثقافة والفضل. كل الفضل يرجع بعد ربنا سبحانه وتعالى للدكتورة جيهان مراد. ايه ده تاني؟ لا 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 لا، دي الشبكة. الشبكة